قسطات زين مولدة الحومة على بلي بغني عدنا عيد اليوم مولدة فوس مقري حقرة والأبيول صار زيستوس علي بوليس يا طلبيزة. شكرا لكم على الحضور. هذا منظر اعلامي ثاني تسال ولله الحمد الحمد لله. وثاني حاجه مازال كنطلبوا من الجماهير السوسيه اقتناء تذاكر لحضور في مباراه التاريخيه التي ستكون بعد غد ان شاء الله يوم الاحد على الساعه الثالثه في مراكش. وكنتمنوا ان شاء الله تبارك وتعالى تفوز غزالة سوس في هذا نصف النهائي يعني باش تحضر في نهايه كاس العرش ان شاء الله باذن الله، وتكون انتصار تاريخي كما كنتمنى من الجمهور، يكون جمهور حضاري كيف دار في طنجه، كيف ديبلاسينا في طنجه وكان الجمهور عطى واحد الصوره جميله على الجماهير السوسيه وعطى المنطقه تاع اكادير. كنتمنى نفس الشيء وديك التعصب وداك الشيء ما يكونش رغم كل اللي وقع، وحنا ديما خوت وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى تدوز الامور بخير وعلى خير في التنقل ولا في الرجوع. حنا ما بغينا حتى شي حاجه نسمعوها وتنتمنوا الانتصار للغزاله السوسيه ان شاء الله باذن الله. وثاني حاجه كنشكر هذه العائله وهاد الناس اللي وفروا نقطه بيع عاوتاني في بيبرا عائله غزيف، وكنشكر على راسهم السي عبد الله كنشكر بزاف. وان شاء الله جماهير بيبرا وهي كيف كنقولوا ديما غتكون كلمتها والحضور ديالها موجود ان شاء الله في مراكش بلا كيران ولا بلا كيران بالدعم ولا بدعم. حنا حاضرين ان شاء الله بقوه غادي نقولوا كلمتنا ان شاء الله وحياكم الله وشكرا لكم. كما كتعرفوا الحسنيه كتمثل الامازيغن داخل الوطن وخارج الوطن، وان شاء الله تاهيل النهائي وان شاء الله لما لا الفوز باللقب باغلى اللقب ان شاء الله ويكون في تاريخ حسنيه اكادير. وكنتمنى من الجمهور السوسي كامل باش يساند هذا الفريق هذا يمشي للقدام ان شاء الله ومزيدا من العطاء. تنقول لكم الحسنيه ان شاء الله تقول كلمه ديالها لا في بطوله لا في بطوله افريقيه لا في كاس العرش ان شاء الله، وكنتمنوا لها التوفيق من كل قلوبنا. نفتيس مراكش الدنوي تاهل تاريخي للنهائي ان شاء الله. بالنسبه للمباراه ان شاء الله نتمنوا التاهل للحسنيه وان شاء الله غتجيبها ان شاء الله. Thank you.